السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل ان شاء الله كورس جرامر الانجليزي. النهاردة ليسون 6، الدرس رقم 6، زمن الماضي البسيط الـ past simple tense. قبل ما نبدأ زمن الماضي البسيط هناخد الهومورك بتاع verb to be، المضارع المستمر. تعالوا نشوف مع بعض كده. اول حاجة كان بيقول لي I watch نقط فوتبول at the moment. انا عندي هنا at the moment، وقلنا دي بتدل على الـ present continuous. فهنعمل ايه؟ يبقى انا عندي مكون من am او is او are زائد فعل زائد ing. طب انا عندي هنا الاي هتاخد ايه؟ هتاخد am، والwatch هنحط لها ing، يبقى I am watching football at the moment. تمام؟ طيب تعالوا نشوف التانية. هنا برضو عندي كلمة visit وعندي عماد. عماد ده مفرد والمفرد بياخد is، يبقى is و visit هنحط لها برضو ing. عماد is visiting his cousin now. عماد بيزور ابن عمه الآن. طيب هنا they، وعايز برضو play ندخلها في المضارع المستمر. they بتاخد are دي جمع، والplay هنحط لها ing، يبقى they are playing. They are playing handball at the moment. هما بيلعبوا handball في هذه اللحظة. handball هي كرة طائرة. look انظر، دي برضو كلمة بتدل على المضارع المستمر. the children جمع اهو children اطفال، هياخد are. run بقى احنا خدنا القاعدة بتاعتها، عندي هنا قبل الحرف الاخير حرف متحرك، هزود الحرف الاخير مرة كمان قبل ما احط ال ing. are running. I هنا عندي رايت برضو، الاي بتاخد ام. طب هنا رايت برضو خدنا القاعدة بتاعتها، بحذف الاي الاول وبحط اي ان جي، يبقى I am writing my homework. انا بكتب الواجب بتاعي. ده كده كان الهومورك بتاع المرة اللي فاتت. وتعالوا بقى عشان درس النهاردة كبير جدا، 7 صفحات، فتعالوا نركز كويس جدا. وطبعا ده موجود في كل السنوات، موجود شفته عند 4 و5 و6. هنشوف السنة دي على سنة 4، اعتقد برضو شفت مدرسين منزلينه في المنهج الجديد. تعالوا نشوف كده زمن الماضي البسيط اللي هو الباست سيمبل تنس. بستخدم الفعل ده، بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في ان انا اعبر عن حاجات حصلت في الماضي، بتكلم عن الماضي. طب هو الافعال بتاعته بتنقسم الى ايه؟ الافعال بتاعته بتنقسم الى افعال منتظمة وافعال غير منتظمة. الافعال غير المنتظمة دي لها اسم تاني اسمها افعال شاذة. تمام؟ تعالوا نتكلم الاول عن الافعال المنتظمة وبعد كده نشوف ايه حكاية الغير منتظمة. المنتظمة اسمها regular verbs، افعال منتظمة regular verbs. طيب هي بتتكون من ايه؟ بتتكون من subject verb، ويا اما ed يا اما دي يا اما ied. يعني ايه؟ يعني فاعل وبعد كده فعل، وبعد كده الفعل ده هنشوف دلوقتي هنحط له دي ولا هنحط له اي دي ولا هنحط له اي اي دي. دي لها قواعد، تعالوا نشوف. اول حاجة هو فعل عادي، عشان احوله الماضي بحط له اي دي على طول، زي كلمة call called، يتصل اتصل، play played، يلعب لعبة، ده فعل عادي كده فحطنا له اي دي على طول. تمام؟ ما فيهاش اي مشكلة. طب التانية، قال التانية لو الفعل دوت عندي اخر واي بس قبل الواي حرف ساكن، قبل الواي على طول حرف ساكن، بعمل ايه؟ قال لي بحذف الواي وحط بدلها اي، وبعد كده بحط الاي دي. تمام؟ او بنحط لها على طول اي اي دي. تاني، لو انا عندي كلمة مكونة، مش يعني الكلمة دي الحرف اللي قبل الاخير قبل الواي حرف ساكن، الواي دي لازم تكون هي اخر حرف، الحرف اللي قبلها على طول حرف ساكن، هنحذف الواي ونحط بدلها اي اي دي، زي كلمة ماري يتزوج، مارد تزوجة، زي كلمة study يدرس، studied درس، برضو هنا اهي الدي حرف ساكن، بحذف الواي وحط بدلها اي اي دي. طيب اذا كان الفعل ينتهي بحرف ايه؟ طب لو الفعل دوت هو اخره ايه، اعمل ايه؟ احط دي بس، احط دي بس. يبقى هنا لو فعل عادي بنحط اي دي، لو فعل قبل الاخير حرف ساكن والاخير واي بحذف الواي وبحط اي اي دي. طب لو هو اخره ايه هنحط دي بس، لو اخره ايه هحط دي بس، زي كلمة like liked hate hated. تمام؟ دي كده الافعال المنتظمة، سهلة وما فيهاش اي مشكلة لو احنا ايه عرفنا التلات قواعد بتوعهم دول، والاغلبية بتيجي الاي دي يعني. طيب تعالوا بقى نشوف الافعال غير منتظمه اللي هي الافعال الشاذه، اسمها irregular verbs. irregular دي irregular
الريجولار فيربس هي افعال ملهاش قاعده، ملهاش قاعده. ما انا احفظها ازاي؟ احفظها زي ما بيديها لي، قال لي البي الماضي بتاعها وز، البي دي الماضي بتاعها وز وير، خلاص يبقى هي البي الماضي بتاعها وز وير. جيف يعطي الماضي بتاعها جيف، اقول له ماشي حاضر هحفظها كده جيف جيف، فاحنا بنحفظها زي ما هي، تحفظ كما هي. طب تعال نشوف افعال كتير بقى شاذه كده زي ايه. زي كلمه يكون بي الماضي بتاعها ايه؟ ووز او وير، سواء كانت بقى مفرد او جمع. طب يعطي جيف جيف، يملك هاف هاد، يفعل دو ديد، يذهب جو وينت، يسوق درايف دروف، ياخذ تيك توك، يصنع ميك ميد، يعرف نو نيو، ياكل ايت ايت، يجري ران رين، يكتب رايت روت. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف هنا كمثال بيقول I went to Alex last month، يعني ذهبت إلى الإسكندرية الأسبوع الماضي. She gave me some money، هي أعطتني بعض من المال. دي أمثلة يعني، تعالوا نشوف examples تانية. خلاص كده بعرفنا التقسيمة بتاعت الأفعال المنتظمة والأفعال غير المنتظمة. طب تعالوا نشوف أمثلة examples. مثلا بيقول لي I played football yesterday، يعني لعبت كرة قدم أمس. She visited Egypt last year، هي زارت مصر العام الماضي. I flew my kite yesterday، أنا طيرت طيارتي أمس. I went to the zoo last Friday، ذهبت إلى حديقة الحيوان الجمعة الماضية. طيب أنا دي كده خلاص كده عرفنا الأمثلة بتاعتها. طب تكوين الماضي البسيط بقى في حالة النفي نيجاتيف، لو أنا عايزة أنفي جمل زي دي أعمل إيه؟ قال لي النفي بيجي بكلمة didn't، بنفي الماضي بكلمة didn't. تمام كده؟ did not أو didn't، بس طبعا إحنا عارفين إنه دايما بيجي لي المختصر. example I didn't play tennis yesterday، أنا لم ألعب تنس أمس. ايه الحاجة اللي ممكن نلاحظها هنا؟ ان بعد didn't لازم يجي فعل في المصدر، ما قلتش لا ده didn't دي ماضي يبقى play حط لها اي دي، لا بعد did والdidn't والdo والdoes وحاجات كتير، يعني كل ما هتيجي واحدة هنقول عليها بيجي وراهم فعل في المصدر. يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني ولا ينفع حط له اي دي، ولا ينفع حط له ing، ولا ينفع احط له اسم، ينفعش احط له اي حروف زياده، يجي في المصدر بتاعي، يجي في الاساس بتاعه. I didn't play tennis yesterday، لم العب تنس امس. طيب we didn't work last week، لم نعمل الاسبوع الماضي، يبقى هنا في النفي، النفي الماضي بنفي كلمه didn't. طب لو جالي سؤال بقى اللي هو yes or no، تعال نشوف سؤال yes or no. Did you go to the zoo yesterday؟ هل ذهبت إلى حديقة الحيوان أمس؟ أنا عندي يو، اليو عرفنا كتير قلناها إن إحنا بنحولها لآي، وبعمل مقص ما بينها وما بين الديد وبقول له yes I did no I didn't. زي ما خدنا لو في do yes I do no I don't، لو في does yes I لا does مش هتيجي بقى مع الآي، هتيجي مع الهي والشي، yes he does no he doesn't. تمام؟ فبعكس بس وايه وحطها yes I did او no I didn't. طب did he leave last night، هل هو غادر الليلة الماضية؟ برضو هعمل مقص واقول yes he did or no he didn't. سهلة جدا النفي بتاعها او yes والنو بتاعتها، ما فيش اي مشكلة. طيب عندي واحدة كمان هنا بيقول لي did، بيقول لي did they read the book، هل هم قرأوا كتاب؟ اقول ايه برضو بنعمل مقص هنا وبقول له yes they did أو no they didn't. طيب السؤال بقى بال WH questions، لو أنا عندي بقى أداة استفهام where did you go last night، تعال نشوف هنحل السؤال ده ازاي. هو بيقول لي أين ذهبت الليلة الماضية، أول حاجة هروح على الفاعل you هحولها لI، ده في هنا did في السؤال يبقى الفعل اللي موجود في السؤال هحوله الماضي. أول ما أشوف did في السؤال أعرف إن السؤال ده ماضي، يعني لازم الفعل اللي موجود في السؤال أحوله الماضي، ما ينفعش أقول I go، ما ينفعش أقول I go، ما لا أقول إيه هقول I went، لأن go الماضي بتاعها went، دي من الأفعال الشاذة. وال I went، I went to the cinema، ذهبت إلى السينما. What did you eat for breakfast، ماذا أكلت في الفطار؟ برضو روح على you قول لها حولك لآي. طب أنا عندي did في السؤال يبقى الـ eat أحولها الـ ate اللي هي الماضي بتاعها ماضي شاذ.
I ate eggs and cheese. أكلت بيض وجبن. When did you wake up this morning؟ برضو عندي هنا اللي وحولها الآي. عندي did في السؤال يبقى الفعل لازم حوله الماضي. Wake up هتبقى woke up. أقول I woke up at 7 o'clock. استيقظت في الساعة 7. طيب تكوين الماضي البسيط بقى للفعل بي. طبعا عندي اللي هو verb to be، يعني الماضي بتاعه ايه؟ الماضي بتاعه قال لي الام والاز اللي هما بتوع المفرد، الماضي بتاعهم was. الماضي بتاعهم was، هي معناهم يكون، الwas بقى معناها كان. طب هي مش هي الماضي بتاع الام والاز مع بعض، يبقى هتاخد كل الفعل بتاعهم، هتاخد الاي والهي والشي والاتا. والاي was، he was، she was، it was. تمام، يبقى الام والاس دول المضارع، الماضي منهم was، ما دام هي الماضي بتاعهم خدت كل ايه الفعل بتاعهم اي وهي وشي وات. طيب الار الماضي بتاعها وير، الماضي بتاعها وير، يبقى هتاخد برضو الفعل بتاع الار وي ويو وذي. تمام، يبقى وي وير، يو وير، ذي وير. تعال نشوف examples كده. بيقول I was tired yesterday، كنت متعبا أمس. They were in Alex last month، يعني لقد كانوا في اسكندرية شهر الماضي. It was hot last week، كان الجو حارا الأسبوع الماضي. طيب تعالوا بقى هنا في حالة نفي البي في الماضي البسيط. نفي البي نفسها بقى مش بديد انت بقى، لا ده هنا الوز والوير هنفيهم بنط، يعني اقول was wasn't where weren't، ده الاختصارات بتاعته. I wasn't tired yesterday، لم اكن متعبا ليلة امس. They weren't in France، يعني لم يكونوا في فرنسا. It wasn't hot last week، لم يكن الجو حارا في الاسبوع الماضي. يبقى هنا في نفي بي في الماضي بنفيها بايه؟ wasn't weren't. طيب هنا السؤال بتاع يسونو بتاعها بقى، يقول لي where you busy yesterday، هل كنت مشغول امس؟ اليو بحولها الاي. طيب الاي ينفع تاخد وير؟ لا، يبقى الوير كمان هنحولها لوز، وهعمل مقاس ما بين الاتنين دول واقول ايه بقى؟ yes I was او no I wasn't، yes I was او no I wasn't. طيب هنا بيقول لي was it cold last week، هل كان الجو باردا الاسبوع الماضي؟ برضو بعمل مقاس ما بين was و it، بقول yes it was او no it wasn't. was she a teacher last year، هل كانت مدرسة العام الماضي؟ هي السنة اللي فاتت كانت شغالة مدرسة، قول yes she was او no she wasn't. طيب السؤال بقى بالW question، where were you yesterday، اين كنت امس؟ برضو نفس الحكاية، اليو هحولها الاي، والوير بتاعتنا هنحولها الوز، واعمل مقص اقول I was at home، كنت في البيت. how was your weekend، بسألك عطلتك كانت عاملة ايه، العطلة بتاعتك كيف كانت عطلتك الاسبوعية؟ قولي it was great، كانت رائعة. it was great. why was he angry yesterday، لماذا هو كان غاضب امس؟ ليه هو كان زعلان امبارح؟ برضو هعمل مقص ما بين اللي هي والوز، اقول because لا ده هنا بقى عشان دي لسه هناخدها ان شاء الله. why لماذا، دي قاعده why لازم اجاوب عليها بكلمه because. لماذا؟ لان، لماذا؟ لان. فاول ما الاقي كلمه why لماذا لازم اجاوب عليها بكلمه because he failed in the exam، failed in the exam لان هو فشل في الامتحان. طيب بيقول استخدام الماضي البسيط للفعل to be، بستخدم بقى الوز والوير ازاي في الماضي، بستخدمهم في ايه؟ بقول اول حاجة عند التحدث عن عمرك او عمر احد ما في الماضي، وهذا يعني انك ستشير الى موقف سابق، يعني بستخدمهم لما اجي اتكلم عن سني في الماضي، وده هيخليني ان انا احكي عن حاجة. وال I was 5 when I started learning English، انا كان عندي 5 سنين عندما بدأت تعلم اللغة الإنجليزية. يبقى أنا قلت إيه؟ I was 5، أنا كنت 5 سنين، ولازم أكمل جملة حدث حصل لما كان عندي 5 سنين. طيب he was 25 when he died، هو كان عنده 25 سنة عندما مات. he was 25 when he died.
طيب تاني حاجة بستخدمهم في ايه؟ بستخدمهم في وصف احداث ماضية او في وصف اشخاص او في وصف اشياء او اماكن بس في الماضي. ازاي؟ اقول he was so angry، هو كان غاضب جدا، بوصف حد ان هو كان غاضب جدا، مش دلوقتي لا، ده هو كان غاضب جدا في موقف معين حصل وانتهى. طيب بستخدمها في ايه كمان؟ لما اجي اتكلم عن مهن سابقة اقول مثلا she was a good teacher، هي كانت مدرسة جيدة، كانت دلوقتي قعدت او طلعت على المعاش او اي حاجة، بس هي لما كانت شغالة مدرسة كانت جيدة. مثلا لما اجي اتكلم مع حد واقول له او يعني اكلمه اخبر اين كان شخص ما او شيء ما في الماضي، بقول لحد عن شخص معين هو كان فين او عن حاجة معينة كانت فين. زي مثلا I was at home when you called me، انا كنت في البيت لما انت اتصلت بي. تمام، I was at home when you called me، انا كنت في المنزل عندما اتصلت بي. طيب مثلا ممكن اقول grandma was Egyptian، جدتي، اه ده هنا بقى لما جيت اتكلم عن الجنسيات في الماضي، قول مثلا grandma was Egyptian، يعني جدتي كانت مصرية، كانت مصرية ودلوقتي ممكن تكون خدت جنسية تانية او اي حاجة يعني. طيب ايه الكلمات اللي بتدل على الماضي؟ وزي ما اتفقنا وكلمنا في الافعال اللي قبل كده ان مش لازم الجملة يبقى فيها كلمة من الكلمات الدالة على الفعل. انا ممكن اعرف الجملة ان هي ماضي من كلمة was او where، ممكن اعرفها من did، ممكن اعرفها من ال ed، ممكن الفعل اللي فيه ed، ممكن اعرفها من الافعال الشاذة، مش لازم الاقي فيها الكلمات اللي احنا نقولها دلوقتي. ايه الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط؟ كلمة last الماضي، زي مثلا اقول it was hot last week، كان الجو حرا الاسبوع الماضي، او كلمة ago منذ، I was a teacher 5 years ago، انا كنت مدرس منذ 5 سنوات، يعني بقى لي 5 سنين مدرس. ان دي برضو بتدل على الماضي، I worked in Paris in 2001، يعني انا عملت في باريس في عام 2001. كلمة yesterday امس، I didn't eat well yesterday، لم اكل جيدا امس. طيب كده خلصنا درس النهاردة، وده الهوم وورك اللي عليكم ان شاء الله نحله الحصة القادمة او الفيديو القادم، بس اتمنى ان انتوا برضو تحاولوا فيه للناس اللي هتتفرج على الفيديو. عندي هوم وورك على الاي دي، هنحط اي دي، وعندي هوم وورك على الوز والوير. تمام، يبقى الهوم وورك ده افعال شاذة وافعال منتظمة وغير منتظمة، وهنا الهوم وورك ده على هو على الفعل بي اللي هي الوز والوير. انت هتقول بقى الاي بتاخد ايه، واللي هي بتاخد وز او وير، واللي هي بتاخد وز او وير، والوي بتاخد وز او وير، يعني البي دي كلها بتتحاولوا. خلي بالكم لو في نوت يبقى هنا هحط برضو الايه الوز او وير منفيين. تمام كده، اتمنى ان انا اكون بفيدكم ويكون الكورس مفيد ليكم. بشكركم جدا، اشوفكم في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.